وفي ذات السياق، عبر الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة البريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية، عبر عن قلقه حيال بقائنا بعيدين عن تحقيق أهدافنا تجاه قضايا المناخ، وأنه علينا العمل بشكل حقيقي من أجل إيقاف الأضرار المناخية التي يقع ضحاياها الكثير من دول العالم. أنا قلق للغاية حيال بقائنا بعيدين جدا عن تحقيق مستهدفاتنا، كما أظهر تقرير التقييم العالمي بكل وضوح. فهذه الأخطار لم تعد مخاطر بعيدة، ورأيت في دول الكومنولث وغيرها مجتمعات لم تعد قادرة على احتمال الصدمات المتتالية والتي يسبب التغير المناخي اضطرابات جمة في حياتها وسبل معيشتها. ولا شك في أننا بحاجة للعمل الحقيقي من أجل إيقاف تلك الأضرار المتزايدة والتي تقع ضحيتها المجتمعات الأكثر هشاشة. فالأعاصير المتكررة تعصف بالدول الجزرية مثل فانواتو ودومينيكا، بينما تشهد الهند وبنغلاديش وباكستان فيضانات غير مسبوقة، ويعاني شرق أفريقيا من الجفاف منذ عقود.